بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن أعضاء جمعية إعادة إدماج للرعاية اللاحقة، نقوم الآن بعملية توزيع أضاحي العيد لبعض الفئة من المعتقلين السابقين على خلفية قضايا الإرهاب. والحمد لله تم بفضل الله بتبرعات المحسنين، يعني هذا الأضاحي تم جمعها، والآن الحمد لله نقوم بتوزيعها على بعض الإخوة، زائد مبلغ 500 درهم. اخوتي كنشكركم على هذه المبادره الجميله، ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى يزيد بكم القدام ان شاء الله، وشكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنشكروا الاخوه الطيبين على هذه المبادره القيمه، على هذا الخير اللي داروا فينا، يعني حتى حنا كنا محتاجين بزاف، فهمتي؟ يعني دوزنا ما تبقى من السجن، والحمد لله كرمونا، الحمد لله، الله يجعل ربي يكرمهم، وشكرا بزاف على هذا الخير هذا، وشكرا بزاف عليكم بزاف، الله يجازيك بخير، وشكرا بزاف، الله يتقبل منكم، اللهم تقبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم حميد الازهري، نائب رئيس جمعيه ادماج للرعايه اللاحقه. في الحقيقه يعني هذا النهار يعني تم يعني توزيع الاكباج الاعياد على الاخوه المعتقلين السابقين، اللي في الحقيقه يعني داروا رسائل كثيره للجهات المعنيه كالرعايه اللاحقه وكثير من المؤسسات اللي ما لقاتش لهم البال، اللي جعلنا اننا ناسسوا هذه الجمعيه ان شاء الله، ونناضلوا عليها ونحاولوا نتقربوا لهاد الاخوه اللي هما مندمجين، واللي هما تيحبوا الوطن ديالهم، واللي هما يعني عندهم الحمد لله افكار طيبه، واللي ما لقاوش الايادي اللي تمد ليهم. فاحنا الحمد لله بهذه الاعمال تنحاولوا نتقربوا لهاد الاخوه هادو، تنحاولوا نكونوا يد في يد ان شاء الله، وتنحاولوا نزيدوا للامام بهاد الشباب، لان الشباب هما ركائز الامه. فبالتالي الى ناضوا منابر اعلاميه كيتكلموا في هاد الشباب وكيطنوا في هاد الشباب، فالمصير راه باين، سوريا والعراق وداعش وغير وغير وغير. فبالتالي لا فائده، الادماج الادماج الادماج، هذا هو الادماج، هو الانسان انه يناضل ويحارب من اجل باش يوفر واحد الفرحه لذاك البيت اللي عانى ما عانى. فالحمد لله فالحمد لله الحمد لله ان الله عز وجل من علينا ووفقنا اننا نساعدوا الاخوه ديالنا، ومازال الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من الناس مفاتيح للخير مغالق للشر. فاحنا الحمد لله نكونوا مفاتيح للخير باذن الله عز وجل وبتوفيق من الله، وهذا الشيء كله لله عز وجل، لا نبتغي شيء، لله سبحانه وتعالى. وكما كنطلب يعني من جميع الشباب ومن جميع الناس الطيبه واللي قلوبها الطيبه، انهم يزيدوا يناضلوا ويتعاونوا في جمعيات خيريه مثل هذه الجمعيات، اللي وفقنا الله سبحانه وتعالى اننا نوقفوا ان شاء الله، نوقفوا على رجليها ان شاء الله. وجزاهم الله خيرا كل المساعدين وكل العاملين وكل الناس اللي الحمد لله اطروا وشاركوا، وشكرا وجزاكم الله خيرا. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. معكم رئيس جمعية إدماج والرعاية اللاحقة، اللي يعني بدينا في طوع تأسيس هذه الجمعية، اللي هي جمعية اجتماعية وتربوية وثقافية وتأطيرية، والهدف ديال هذه الجمعية هو أننا نأطروا الأنفس ديالنا، ونأطروا معنا مجموعة من الشباب اللي كيتم الإفراج عليها من السجن بعفو، أو إخوة شاركوا في برنامج مصالحة داخل السجن وكيخرجوا يعني داخل خارج الاسوار، ويعني وما كيلقاوش يعني اللي تمد لهم يد العون او اللي يساعد في الادماج ديالهم في هذا المجتمع هذا. ولهذا يعني ارتأينا الى تاسيس هذه الجمعيه هذه بعد المشاورات مع بعض الاخوه السابقين، استشرنا مع بعضياتنا، والان الحمد لله بدينا الخطوه الاولى في هذه الجمعيه هذه، واللي عطات الاكل ديالها، وهي جمعيه يعني هي مع التوابيت ديال البلاد ومع مصلحة ديال الأمة، وكتخدم في الصالح العام، ونطلبوا من الله عز وجل يوفقنا للخير، وهذا اللي كاين. جزاكم الله خيرا.